متابعينا الكرام، اهلا بكم بعد الفاصل. ومعايا الدكتوره رانيا السيد، استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب في القصر العيني جامعه القاهره. معانا النهارده فقره مميزه جدا، ما ينفعش برنامج نسائي ما نتكلمش عن مشاكل الستات، مشاكلهم، علاقتهم بزويهم، علاقتهم في الحياه الزوجيه. ما ينفعش يبقى معانا برنامج من النوع النسائي اللطيف ده وما نتكلمش عن المشاكل الخاصه بالنساء. معايا دلوقتي الدكتوره رانيا اللي هنتكلم معاها عن مشاكل التشنج المهبلي. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا وسهلا ايه بيك. الموضوع ده يا دكتور وليه اخترتيه بالذات؟ اولا التشنج المهبلي دي مشكله مرضيه اسمها فاجينيزمس، يعني ده مرض عضوي تمام مش حاجه نفسيه زي ما بيتقال للناس. انت تمام للبنات انت عندك عقده نفسيه، انت عندك، لا دي مشكله عضويه، مرض اسمه فاجينيزمس، تمام وهو عباره عن تشنج في عضلات الحوض وعضله المهبل. طيب ايه علاقته بقى يا دكتور بالعلاج، يعني اللي هو العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي، الطب العلاج الطبيعي؟ هقول لك بقى، هو اصلا هي مشكله الفاجينيزمس على فكره هو كمشكله تشنج عضلات الحوض وعضلات المهبل، مشكلته ان هو بيبقى اتنين متجوزين فبيحصل صعوبه او عدم اصلا حدوث للعلاقه الزوجيه، تمام تمام، نتيجه لوجود تشنج جوه قناه المهبل تمام وفي عضلات الحوض اللي حوالين المهبل. تمام اخترته ليه؟ علشان طبعا الموضوع ده الناس عندهم صعوبة في، يعني انا بقول لهم على فكرة التشنج المهبلي عندي انا كعلاج ما هو صعب، على فكرة ده بيخلص تمام المشكلة في 3 ايام. يعني هو مفاجئ ولا بيبقى عيب خلقي في البنت ولا ايه بالظبط؟ هنقول بقى في الاسباب طيب بتاعته. تمام يعني عايزة اجاوب بس على السؤال الاولاني، انا اخترته ليه؟ لانه الموضوع طبعا يعني في بيوت بتتخرب، الموضوع بالظبط بيوصل لطلاقات وحاجات ويروحوا بقى في سكة تخصصات مش هما اللي هيعالجوا المشكلة. وان البيت ما اتخرفش بيبقى فيه نوع من اللي بيسموه الطلاق الصامت، يعني ايوه بتلاقي فيه الصراعات مشكلة وده طبعا، صامت ودي الصراعات صامتة طبعا والدنيا بتمشي طبعا بس طبعا، بشكل مش ربنا لطيف. يعني جعل العلاقة الزوجية من الحاجات اللي بتهدي الجو الأسري، بالظبط فلما يبقى فيها مشكلة بتأثر على كل الجو الأسري. تمام. طيب الاسباب بقى المؤدية لكده ايه يا دكتور؟ التشنج المهبلي عبارة عن إنه في تشنج في عضلات الحوض وفي عضلة المهبل اسمها تمام البيوبوكوكسيجيس ماسل، دي بيبقى فيها تشنج. التشنج ده اسبابه ممكن تكون برايمري يعني موجوده من الاساس، زي هي المشكله انها زي اي عضله في الجسم زي رقبتها زي ظهرها، بس تمام عشان هي مش بتستخدم تمام غير ساعه الزواج تمام فالبنت ما بتحسش ان هي عندها تشنج في العضلات دي غير لما تيجي بعد تتجوز، الجواز. تمام تمام. تمام ده البرايمري. في سكندري اللي هو ثانوي، ده لما يكون عند يعني مثلا سمعت حاجه خوفتها فكانت بتعمل في الاول تشنج ارادي بارادتها فأصبح لانها بقى خايفه، ملازم، فبعد كده بقى لا الموضوع أصبح ارادي. في ملازم. مثال بشرحه للعيانين عندي في العياده، بحب اشرحه لهم عشان بيبقوا مش متخيلين، واحد عامل عمليه في كوعه، يا ابني افرد ايدك، لا انا خايف 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 خايف، لا يحس يجي بقى بألم. بعد فعلا بعد العمليه بشويه يجي لنا بتيبس في عضله بقى من تشنج لا خايف ان هو يفرد ارادي دراعه. تحول لتشنج ملازم. تشنج ارادي تحول لتشنج لا ارادي، تمام فيجي فعلا يفرد دراعه هو فعلا خلاص ما بقاش خلاص عارف خد على يفرده كده. طيب ولازم حل نعمل له المشكلة ايه يا جلسات. دكتور رانيا؟ ايه الحل، الحلول. الحلول بقى؟ حل المشكلة طبعا احنا بنعمل جلسات، الجلسات دي عبارة عن 3 ايام، الموضوع بسيط جدا، حلوة هو قوي المشكلة في انهم يروحوا فعلا. لمين يعالج المشكلة دي. بالظبط المشكلة ان هم بياخدوا تخصصات تانية وليكن نسا، فدكتور النسا بيكشف عليها من ناحية النسا، هي الفسيولوجي مش سليمة، لاقي حاجة. هي سليمة تمام فعلا، تمام هو وجهة نظره صح، بس هي هل ما يبقاش سليمة. عنده خبرة أو دراية بالموضوع ده هو اللي في يوجهها دكاترة لدكتور العلاج الطبيعي؟ عندهم في دكاترة عندهم الفكرة عن موضوع تمام الفاجينيزمس أو التشنج المهبلي، وفي ناس لأ، فاللي عندهم بيوجهوهم واللي مش يعني ما تمام عندوش فكرة عن الموضوع مش بيوجههم. طيب فاللي بيحصل إيه؟ إنه العيان بيفضل يعني يلف 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 ويروحوا ومش لشيوخ عارف ايه ويروحوا الدايرة مش فين. عارف تمام إيه بدايتها فين. ودكاترة. طيب كورس فلأ، العلاج بقى في 3 ايام عبارة في عن ايه يا ثلاث دكتور؟ أيام عبارة عن أجهزة بتعمل ارتخاء في عضلات الحوض، مش يعني مش بترخيها خالص، لا دي بترجعها للنورمال تون، المفروض الوضع الطبيعي للتون بتاعها. الطبيعي تمام بتاعها. تمام وفي جهاز جاي من الاتحاد الاوروبي، هما بيبقوا جلستين في اليوم، جلسه تمام على الحوض وجلسه على المهبل. وفي تمام جهاز من الاتحاد الاوروبي، في بروب
جاي مخصوص عشان الفاجينيزمس، التشنج تمام. المهبلي. بروب بتدخل جوه المهبل، بتعمل توسيع. بتعمل مش توسيع لان التوسيع غلط، تمام، بتعمل ارتخاء في عضلات ال اللي هو في النورمال زي ما اه حضرتك اه قلتي. تمام بتوصلها للنورمال تمام بالتدريج. تمام اول سيشن بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف، نطمن ان البروب عدت مكان العضله اللي هو فيه المشكله حلو كده. حلو تمام. الحاجه التانيه نشوف على الجهاز قرايتين، يقولوا لنا انه في زي ما في انقباض، احنا عارفين انه في انقباض، بقى في تمام انبساط، فبنبقى متاكدين من النتائج. يعني تمام ليه؟ لانه الجهاز قال لنا في انقباض تمام وفي انبساط، فالنتيجه بتبقى اكيده خلاص واضحة. واضحه. اه، لانه الجهاز قرا، زي ما قرا انه في انقباض بيقرانا ان في تمام انبساط. حلو قوي. فاول سيشن بناخد قرايه معينه، وبعد كده بننزل بالتدريج على 3 مرات لحد ما نوصل للرقم اللي احنا حلو المفروض قوي. نوصل له في 3 جلسه، وبنعلمهم البوزيشن، الوضع اللي يحصل منه العلاقه، لان الوضع التقليدي ما بينفعش في حالات التشنج تمام المهبلي. تمام وبنديهم فتره، لان معظمهم بيبقى عندهم مشكله في الحمل، تمام لانه ما ما بيحصلش هو علاقه تمام بالظبط. متاخرين. تمام فبنديهم ايام التبويض، وازاي يعني يحصل العلاقه في الفتره دي، بحيث انه يحصل ان شاء طيب، الله ده حمل السيشن بسرعه. الاول والثاني والثالث. في حاله يا دكتور، وده الطبيعي، ده الطبيعي ان مثلا كبيشنت مش هتتوجه لطبيب او هتقول ان الموضوع محرج شويه، او يعني في مشكله ما تجيش على بالها ان هي المشكله، هي المشكله ان في تشنج عضلي في المنطقه دي. طيب هل يمكن علاج الكلام ده من خلال مثلا محاضرات، يعني طرق مخصصه لا للاطباء زي حضرتك بصي، اونلاين مثلا، ولا لا الموضوع ده صعب؟ بصي، الموضوع لازم يتعمل له جلسات، جلسات. ومفيش علاج تاني غير الجلسات. يعني تمام. مثلا من الحاجات اللي المقترحه اللي اتقالت عن الفاجينيزموس ان احنا نعالجه بالبوتوكس. البوتوكس ليه اضرار كتيره جدا. اولا تمام. البوتوكس بيعمل مشكلتين. ايه بقى؟ المشكله الاولانيه انه ما بيحلش مشكله التشنج، يعني يروحوا يحقنوا البوتوكس يقولوا يا دكتور احنا حقنا بوتوكس وما وصلناش والموضوع زي لحاجه. ما هو. تمام. ليه؟ لان هو حقن عضله المهبل وما يقدرش يحقن الحوض، ففضل التشنج هي المشكلة موجود. أصلا من العضلة مع الحوض. اه، الاثنين مع بعض فيهم تمام تشنج، تمام فبتفضل المشكله موجوده. فتيجي يقولها طب روحي بقى خلاص اعملي الجلسات. تمام طب ما كان يعني ايه، فاهماني، ما استفادتش حاجه في الفاجينيزم. حلو قوي. تاني حاجه، وده بيأخر لها الحمل حوالي 8 شهور، لان مشكلة دي فعلا. ماده سامه اتحطت في الجسم، فممنوع انه يحصل حمل. الحاجه الثالثه انه الضعف، البوتوكس بيعمل ايه؟ بيعمل شلل مؤقت في العضله، زي ده ممكن تخدير كده يا يأثر دكتور بقى شلل مش تخدير، كمان. هو بيعمل حاجه ده باراليزس في دائم العضله. بقى ولا اه مؤقت؟ لا، مؤقت. تمام. دي مشكله ان هو مؤقت، الشلل ده يعني كل شوية مؤقت. احقن بقى بوتوكس. فكل تمام. شويه تحقن بوتوكس، بلس ان هو اصلا ما بيحلش المشكله، لان هو زي ما قلنا حقن عضله المهبل وساب وساب الحوض. الحوض، تمام، دي فبتفضل مشكلة المشكله قائمه حلوة قوي. وموجوده. طيب والحاجه برضو في عارض بيحصل مع بعض الناس اللي بيبقوا حقنوا بوتوكس، تيجي بعد حمل ولاده، خصوصا لو حصل ولاده طبيعيه، تمام يحصل ارتخاء في جدار المهبل، فتدخل في مشاكل السلس البولي ومشاكل من نوع اخر. يعني ليه سايد ليه افكت مش سايد افكت محبوب. على المدى تمام. البعيد وعلى المدى القريب ان احنا ما جبناش نتيجه، ان هو اعتقد مؤقت. الحاجات النورمال افضل يا دكتور بدل الحقن او كده، هو زي كل الاجهزه حاجه، اللي كل حضرتك حاجه ليها بتقولي علاج. عليها. اه، تمام، كل يعني حاجه. الجهاز هياخد اه وقته ويروح لحاله بالظبط، هما 3 جلسات بس خلاص. وخلصت القصه حلو جدا، ورجعناك يعني الموضوع للنورمال. مش في معضله. تدخل، في ناس تقول لها طب تعالي نعمل لك عمليه توسيع. فعمليه التوسيع دي بتبوظها ميزه، ان اولا بتبوظها ميزه ان الكونتور بتاعها ضيق، ده مفيد جدا في العلاقه الزوجيه تمام. ليها ولزوجها، فبتفقد الميزه دي، وفي الاخر ما حلتش برضو مشكله التشنج. ليه؟ يعني لان برضو المشكلة تفضل موجودة بعد التوسيع. ليه 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 بقى؟ ليه؟ ما كل حاجه بالعلم، لان المشكله مش في الكونتور واسع ولا ضيق، المشكله في العضله فيها تشنج، فبتعمل التوسيع وبتفضل العضله متشنجه. يعني التوسيع نفسه مش في العضلة، هما صعب انه يبقى في العضلة. لا، ما فيش حاجه اسمها توسيع عضله، هو بيوسع الكونتور بتاع المهبل. تمام. فده لا، ما بيتو... ده مش هو ده المشكله، المشكله في التشنج اللي جوه العضله، فبتعمل التوسيع وتفقد الميزه اللي عندها ان هي كان الكونتور بتاعها كويس، وده بيفيدها وبيفيد زوجها اثناء العلاقه. حلو قوي. اه، بتفقد الميزه دي لا وما بتحلش مشكله ده دي التشنج. مشكله. اذا العلاج العلاج اه، بالوسائل اللي فاضل حضرتك بس قلتيها حاجة الامر. ثالثة تمام افضل. بتتعمل، عشان نبقى قلنا للمشاهدين كل الحاجات اللي تخص الغلطات اللي ممكن تحصل عشان نبقى وجهناهم. في حاجة اسمها دايليتورز أو موسعات، دي برضو من أحد العلاجات الخاطئة. الدايليتورز بيفك بس عقدة إنه حاجة تدخل جواها، لو هي من النوع اللي بتخاف إنه حاجة تدخل تمام. جواها، لكن لكن ما برضو المشكلة بيعالجش، بتفضل موجودة. التشنج، لأن هو تمام مش جهاز بيعمل ارتخاء، ده هو تمام حاجة صلبة تمام بتدخل جوه. اذا
إذن يا جماعة دلوقتي الحل بالجراحة مرفوض، بالبوتكس مرفوض، باللي هو الجهاز الأفرين، احنا بنقول انه ده ما بيجيبش العلاجات ما خلال بيجيبش العلاج الطبي، نتائج. العلاج الطبيعي ده ده ما الأفضل. بيجيبش نتائج، تمام. هي تشنج عضلات، عضلة يعني نعمل لها ارتخاء. أنا شايفة إن الموضوع مهم جدا يا دكتور، وأنا أفضل إن احنا نعرضه في حلقة تانية، لأن الموضوع أعرض من وقت الحلقة. نورتيني جدا جدا يا دكتورة ميرسي. رانيا، وموضوع يعني أنا شايفة إن هو غاية في الأهمية، وبيمس يعني شريحة كبيرة جدا، وممكن بيوت تبقى مقفولة على كده، وممكن طبعا أصلا بيوت اتخربت بالأسباب اللي حضرتك ذكرتيها دي. نورتيني جدا الدكتورة رانيا السيد، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي القصر العيني، كانت معانا فقرة مميزة جدا، نورتيني. حلو.